سنة تانية موبايل جديد بس برقم مختلف. انا يوسف من لويندي تك ودي الاسباب اللي ممكن تخليك تشتري الـ LG G4. اول حاجة بتبص عليها لما تيجي تقيم موبايل هو شكل الموبايل. الـ LG G4 بيجي بمواد وغلاف مختلف عن كل منافسيه وعن الفيرجنز القديمة منه اللي كانت مجرد بسيطة وبتتجرح بسهولة. الـ LG G4 بيجي ببلاستيك مغلف بالسيراميك، بلاستيك عادي وجلد طبيعي بألوان مختلفة. مع كده ظهر الموبايل بيتشال بسهولة، وفي إمكانية كمان إن أنت تشيل بطارية. ودي النقطة التانية، إن معظم الشركات الكبيرة زي سامسونج و HTC نفضوا موضوع الريموفابل باتري اللي هي إمكانية إن أنت تشيل بطارية فأجهزتهم الجديدة زي سامسونج جالاكسي S6 وال HTC One M9. لكن LG ما رفضتش الموضوع ده. مش بس كده، كمان دول حطوا كمان إمكانية إن أنت تحط SD كارد ميموري كارد لغاية 2 تيرا بايت. حجم الشاشة ودقتها ما اختلفوش عن السنة اللي فاتت، 5.5 انش 2K او 2560x1440 دقة الشاشة، وده بيدينا دقة 583 بيكسل بير انش. دقة عالية جدا، كواليتي عالية جدا. بس اللي اختلف هي التكنولوجيا المستخدمة في الشاشة اللي هي الـ IPS Quantum Display، ودي في نور الأوضة تقدر تقول ان شاشة الـ LG G4 من احسن الشاشات اللي في السوق. لكن في نور اشعة الشمس المباشرة جالكسي S6 احسن، واحسن كتير كمان. بصوا ما تفهمونيش غلط، شاشة الجي 4 من احسن الشاشات في السوق، بس لو هندي رقم واحد للشاشات سامسونج جالكسي S6 وخصوصا في اشعة الشمس المباشرة. يعني انت لو معظم شغلك جوه البيت في مكتب في العربية، الجي 4 شاشة خرافة من احسن الشاشات. لو انت راجل رياضي كده مش زي حالاتي طول الوقت بتلعب في الشمس، الS6 هو اللي اختار احسن بالنسبة لك. LG قعد وقت طويل قوي يحكوا عن مميزات الكاميرا وازاي اللي هي تقدر تبدل كاميرا زي اللي بتكلم فيها دلوقتي، بس هم جد عملوا حاجة؟ الإجابة ايوه، عملوا حاجات كتير كمان. على الورق الكاميرا دي تحفة، 16 ميجا بيكسل باك كاميرا و8 ميجا بيكسل فرونت كاميرا عشان السيلفيز. والحاجة اللي لفتت نظري في الكاميرا دي بالذات حاجة اسمها الليزر فوكس. عارف ان هي كانت موجودة من LG G3، بس الفكرة في الجي 4 ان هي بقت instantaneously في نفس الثانية بتفوكس، وبتفوكس صح. من غير الدخول في التفاصيل اكتر، الكاميرا النتائج بتاعتها تحفة لو انت بيجينر فوتوغرافر. كمان لو انت بروفيشنال عارف ازاي تستخدم كاميرا بروفيشنال وعارف السيتنجز اللي ممكن تعملها، انت ممكن تطلع صور خرافة عن طريق حاجة اسمها مانوال مود، بيديك مساحة تبدع في الصور اللي انت بتصورها. ابداع، مش متخيل صورة زي دي بتاعت من سمارت فون. كاميرا خرافة. ان شاء الله بعد الفاينلز هيكون في فيديو مفصل للجي 4. ده كان مجرد كده فيرست امبريشنز للموبايل، وبصراحة مش هينفع ما اعملش ابلود للفيديو الاسبوع اللي جاي، فانا عملت فيديو صغير كده حبيت اشاركه معاكم. اشارك بس الفكره بتاعته بسرعه كده دلوقتي معاكم. احنا كان عندنا بروجكت في الجامعه، البروجكت ده عباره عن حاجه كده برنامج احنا بنكتبه كودينج وبنسلمه، فاحنا قلنا انا قلت اعمل له فيديو كده بحيث ان انا ناخد بونص عن بقيه الناس، عشان ما كانش في ناس قوي عامله فيديو، فانا قلت اعمل له فيديو، فعملت الفيديو واخد بونص ماركس، والفيديو كان فيه افوره رهيبه. بس المهم انا هعمله ابلود الاسبوع اللي جاي وان شاء الله يعجبكم. ادعوا لي يا جماعه عشان الفاينلز، وعشان خاطر اللي عجبكم الفيديو ما زرار اللايك ده حاجه جميله، بس لو عجبكوش ممكن تدوسوا ديسلايك ودوس سبسكرايب، والناس اللي ما عجبهاش ان شاء الله هعمل حاجه هتعجبكم. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي. الفرق ان هم عملوا حاجه اسمها تكنولوجيا اسمها كوانتم دوت كوانتم ديسبلاي IPS كوانتم ديسبلاي. وعلى كلام LG الشاشه دي بتقدر توصل ل 55%. ان شاء الله بعد الفاينلز هيكون في فيديو مفصل للجي 4، فكونوا سبسكرايبد. دي سبسكرايبد، وبصراحه مش هينفع الاسبوع الجاي ما اعملش ابلود للفيديو، فقلت اعمل قلت بطل ليه يا حبيبي.